مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم. خلينا نشوف أول شيء الطاقة المشتركة أو الطاقة العامة شنو راح تكون. طلع لي كرت جدا جميل، كرت الحب. أحس هني هذه مرحلة الطمأنينة، إن أنت ومشاعر شريكك على نفس الصفحة. اللهم في أمور مثل ما عودتكم، بعطيكم مختصر القراءة قبل ما أدخل في التفاصيل. المشاعر راح تكون متوافقة، يعني انتو اثنينكم تحسون بنفس الاحاسيس، ترغبون في بعض بنفس المستوى، اثنينكم تبون تضحون. اوكي، ما في شخص يبي يضحي وشخص يبي ينسحب. راح يكون في التقاء من ناحية المشاعر، من ناحية طاقة الماء، من ناحية حتى لما نشوف هني الصورة راح تشوف في الفترة القادمة ان شريكك يقوم بالكثير من المبادرات اللي بالعادة في السابق ما كان يقوم فيها. يتصل فيك اكثر، يسأل عنك اكثر، يهتم اذا انت منزعج، اذا انت مرتاح يراعيك اكثر، يشيلك كأن احنا نقول يدهينا لا تنكتين، يحرص عليك اكثر من السابق بكثير. وصل هذا الشخص، يمكن بطيء، يمكن انت تتعامل مع برج ترابي عشان كذي اقول بطيء، احس مشاعر بطيئة. لحد ما من وصلت لمرحلة التعارف للاعجاب للحب، تو الحين وصل لمرحلة الحب. احسك انت يمكن يا برج الجوزاء كنت متقدم عليه، كنت متأكد من مشاعرك اسرع، تعرف انك تحبه من زمان، ولكن هو اللي شوي تأخر، هو اللي ما كان احس بهاي المشاعر. شريكك صار في نفس المستوى اللي انت فيه الحين. راح ابتدي اول شيء واقول لك يا برج الجوزاء، ان على الرغم من طاقة الحب المتوافقة والمتبادلة بينك وبين شريكك، لكن في الفترة القادمة العراقيل راح تكون في الامور المادية، في الامور الحياتية الروتينية كل يوم بيومه. احس هني ان شريكك هذا الشخص الطرف الثالث هو احد من ماضي شريكك، احد صديق سابق، زميل سابق، رب عمل سابق، او حتى زوجة سابقين، حبيب سابق، هاي النوع من الطاقة. ولكن هذا طاقته انه يحس انه لحد الان له الاحقية ان يتملك هني شريكك. لحد الآن يحس أنه وإن خرج من حياته، انتهت علاقتهم ترى من زمان أو ابتعدوا عن بعض من زمان، لحد الآن يوجد لنفس طريقة مبتكرة عشان يرد يدخل في محيط شريكك هني. شريكك اللي أحسه وايد متحمس ومستعد وينتظر بفارغ الصبر عشان يلتقي فيك، يكون معاك أنت بشكل جدا حصري. يمكن هذا الشخص الطرف الثالث، يمكن قلت لك زوج او زوجة سابقين لشريكك، يعتمد على الجنس احنا هني نتكلم. اوكي، قاعد يقول لي هني في طاقته، وان كنت خسرت شريك برج الجوزاء، وان خسرته ولكن ما راح اسمح لي يكون سعيد مع غيري. هذه طاقته للفترة القادمة. ففي الفترة القادمة راح يكون الكثير من الصدام، احنا نقول احط دوبة بدوبة، او يسوي طاقة العين بالعين والاذن بالاذن، بس عشان يخرب على شريكك حياته وطاقته وتركيزه. ما يبي يشوفه سعيد مع احد ثاني، يعرف حاس. يمكن هني عندنا طبعا سحبت لكم غير التارو طاقة كروت الحيوانات، اوكي، عشان نشوف طاقة كل طرف. انت عندك البيفر القندس، عنصر مائي. شريكك عند الأخطبوط أيضا عنصر مائي. الطرف الثالث عند الفهد الصياد الشيتا عنصر ناري. الحمد لله صار في فراغ كبير الحين بينهم، لأن أثنينكم أنتوا عندكم نفس العنصر، مائي مع مائي، في توافق. أنتوا اللي صاير بينكم الالتقاء، عندنا هني حب. أنتوا اللي صاير بينكم الاجتماع، التفاهم، حتى الأمور، حتى السهالات راح تشوف إن هي الأمور قاعدة تتسهل بينكم. كل ما تضربون باب، كل ما تطرقون على باب ينفتح لكم. اوكي، في تجاوب من الحياة بشكل عام لعلاقتكم، تسهيلات. ولكن الفهد الصياد للأسف شفته وين متجه؟ متجه هاي الجهة، متجه عشان يخرب، سريع سريع جدا. ممكن يكون الطرف الثالث برج ناري، عندنا هني ايضا طاقة نارية، حمل، اسد، قوس. انا احس هني قوس سريع جدا في انه يغلق المسافة اللي صارت بين شريكك وبينه، يرجع، يحاول انه يرجع او يعفس، يخرب.
طاقة السابوتاجينج يعني. شوف النصيحة لك هي تقريبا مثل نصيحة برج الحمل ولكن شوية مختلفة. شوف في الفترة القادمة راح يكون في صدام مباشر ما بين الطرف الثالث وشريكك، يحاول او يجبر انه ينفتح باب. مثلا لو كانوا مختلفين على حضانة، لو كانوا مختلفين على رؤوس اموال، على نوع من الورث، بتشوف انه يحاول ان يدخل في صدام مباشر، يستفز شريكك استفزاز مباشر، يتصل فيه، يشتكي عليه في الشرطة، ينادي في المحكمة. وانت يمكن هذا الشيء ايضا راح يستفزك، لان انت احس هني انا اتكلم مع برج جوزاء، تعرف على شخص وقع في حبه، هذا الشخص يمكن لما تعرفت انت عليه هو ما كان مستعد، هو ما كان موجود معك 100%، صبرت، لان دائما القندس يرمز الى التفاني والصبر والمجهود. انت صبرت وايد على هذا الشخص لحد ما ينضج، ونشوف هني بوادر صبرك، وقع الحب او ابتديت تحصل منه، راح تبتدي تحصل منه الحب المتبادل، الاهتمام المتبادل. كنت هادي، كنت صابر، كنت تبني، اوكي؟ ولكن في نفس الوقت ما تقدر تدخل في صدام مباشر مع هذا الشخص. كل اللي تقدر تسويه هنا من الطاقة، لأن عندنا ملكة الأرض، الملكة اللي تعتني، الملكة اللي تعطي الحنان، عندنا طاقة الهيرمت، برج العذراء، الناسك، عندنا خمسة السيوف. إذا حاولت أن تدخل في صدام مباشر، هي عندنا خمسة سيوف، أقول لك إذا حاولت تدخل في صدام مباشر مع هذا الشخص، أنت راح تضر نفسك وأيضا شريكك. لأن تشوف كأنما هني يقول لك نوع من أنتوا كلكم اعتبروا نفسكم كلكم قاعدين في غرفة واحدة لحد الآن، وإن كانت في تغيير في المشاعر، لحد الآن كلكم قاعدين في غرفة واحدة أو في بيت واحد. إذا أطلقت انت هني نوع من التحركات او الردود، عندك رد، عندك اصابات، عندك راح تهدف على هذا الطرف، راح يكون بمثابة الغاز اللي تطلقه في هذا البيت. الغاز مثلا اللي يسيل الدموع، الغاز اللي يستخدم في من اجل انه يشل الناس ويعميهم، هاي نوع من الطاقة. ما تقدر تأذي هذا الشخص، لأن لحد الآن في بينهم أحس أمور قانونية متوقفة متعلقة، أمور اجتماعية متعلقة، لحد الآن في بينهم نوع من الرسمية أمام الناس، أن هني في شيء يخص طاقة أمام الناس ستة الأغصان. فما تقدر، هذا مو سهم اللي عندك أنت الحين، تملك صح قلب هذا الشخص شريكك، ولكن ما عندك لحد الآن سهم سيف توجهه تجاه شخص معين له هذا الطرف وتأذي فيه. عندك غاز، الغاز إذا أطلقته راح يصيب الأبرياء أنتوا الاثنين، وأيضا راح يصيب هاي الشخص اللي هو أساسا كان هدفك. فلازم تفهم هذا الشيء، إنه راح يكون خسارة، ولكن أنت لك أنت أيضا مع شريكك. من أجل ذلك كان التارو قاعد يقول لك هذا ليس الوقت المناسب من أجل المواجهة، من أجل التهديف، انتظر حتى يصير عندك على قولتهم هدف واضح أمامك. تحتاج مسدس، تحتاج قوس، تحتاج سهم، تحتاج موقف معين. إذا أخذت فيه نعم حركة تجاه هذا الطرف الثالث، ما يقدر ولا بأي طريقة إنه يرجع يأذي شريكك ويأذيك، لأن حاليا لحد الآن في بينهم معاطفيا في بينهم نوع من الأبناء، من الحضانة، من الناس، المجتمع، لحد الآن في توقعات، بحيث إن إذا دخلنا صدام مع هذا الشخص بيسبب مشاكل لشريكك ولك أنت بعد. كل اللي لازم تسوي، يمكن حتى في بينهم مشاكل مالية، قضايا، محاكم، لأن أنت عندك هني ملكة الأرض وشريكك عنده خمس الخماسيات ولكن معكوسة. اللي أبي أفهمك إياه هني، خصوصا إذا كانت أمور مالية وأمور بخصوص في المحاكم، أوكي، ما لازم تسوي ولا شيء. كل المطلوب منك في الفترة القادمة توفير الدعم، كل التفاني اللي سويته قبل اللي حين قاعد تحصد ثماره، هذا هو المطلوب منك لا أكثر ولا أقل. دعمك المعنوي، دعمك النفسي، دعمك الشخصي، مو دعمك بالأموال أو المواجهة أو التحرك المباشر أو عن طريق أن أنت أيضا تروح تعين محامي. ما أقول لك ما راح تنجح، مو هذه هي الفكرة. الطاقة قاعدة تقول لي راح يأتي نوع من الطشار أو الشرار اللي يصيب أيضا هني الشريك، أوكي؟ ف
وإن كان مؤقتا في الفترة القادمة عندك الهيرمت راح تضطر إنه يكون في نوع من تمثل، على الأقل تمثل إن أنت مو موجود في الصورة. هذا اللي يقول لي يعني الهيرمت، إنه إن كنت موجود وعارف إنك موجود بقوة في حياة شريكك، محتاج ما تصدر على الأقل ردة فعل تجاه الاستفزازات اللي راح تأتي من هذا الجانب، من هذا الشخص هنا. أوكي، خلينا ننتقل إلى طاقة شريكك. عند الأخطبوط، الأخطبوط له دلالات وايد في كروت الطاقة الحيوانية. هني دلالته مشتت، قاعد ينسحب، تخيل من كل يد قاعد ينسحب. أحس أنه في الفترة القادمة خصوصا الالتزامات، دخل في التزامات كثيرة مع هذا الشخص، أوكي، أو متوقع منه في مجتمعه، بين أهله، بين أصدقائه، في مكان عمله، أنه يرضي هذا الشخص. لحد الآن متوقع منه، لحد الآن قاعدين يجرونه، سواء يجرونه في محكمة، يجرونه في مركز شرطة، يجرونه عن طريق أنه يلومون الناس. في لوم قاعد يصير على شريكك هنا. شنو لازم تسوي؟ الدعم المعنوي. أنت بمثابة الأنكر اللي هي يسمونها المرساة، قوي. شلون المرساة؟ مرساة حجمها وايد أصغر من السفينة، ولكن قادرة على تثبيت سفينة وباخرة هائلة الحجم. لا تستهين، هني يقول لك لا تستهين بدعمك النفسي. دعمك النفسي هو موطن قوتك اللي راح تقدر تقلب فيه السحر على الساحر، اوكي، اللي راح تقدر تشجع شريكك على الانتصار. شريكك حاليا على الطريق الصحيح، خصوصا ماديا، وان كانت حاليا تحس ان الامور معقده، متى راح ينفصل، شلون راح يرتب اموره. لا تحاتي، الكروت هنا قاعده تقول لي قدامي لا تحاتي، لا تقلق. اذا انت قلقت شريكك راح يتاذى، اذا انت قلقت او ابتديت تخاف او ابتديت تحاتي، علاقتك مع الشريك راح تتاذى. ثباتك النفسي، المادي، بجميع نواحيك، ثباتك، اتزانك، هو اللي راح يساعد شريكك اذا فعلا انت بتساعده، مو المساعده المباشره، تعال خلني ادفع عنك فلوس، تعال خلني اوكل لك محامي، مو هذا المطلوب منك. عشرة السيوف، ولكن هذا الكرت أيضا طلع مقلوب. قلت لك شريكك انتهى من هذا الشخص نفسيا، عاطفيا، بينه وبين نفسه خلاص قرر، ولكن لحد الآن في نوع من الانتانجلمنت، في أمور عالقة ما يقدر بس ينسحب منها، تخص الأهل، تخص المجتمع مثل ما قلت لك. فهاي الأمور والاستفزازات على وشك أن تنتهي، ولكن مش لحد الآن. الأمور المادية راح تتحسن عند شريكك في الفترة القادمة. أحس هذا الشخص حاول من أحد أساليبه وتكتيكاته أنه أيضا يستنزف شريكك ماديا، أو يستحوذ عليه ماديا، يمسكه من اليد اللي تعوره. يمكن أن هذا الشخص متمكن ماديا أكثر، أو كتب عقد الزواج، كتب عقد الشراكة، عقد العمل بطريقة مع شريكك، بحيث أن شريكك يكون مقيد. الأخطبوط على كثر أيادي أحس هني مقيد، ولكن الأخطبوط جدا ذكي. أنت لا تستهين بشريكك، لا تستهين فيه، لأن على وشك، شفت التجربة اللي يحطون الأخطبوط داخل قنينة ويغلقون عليه، يلفون القنينة كذا مرة، ولكن الأخطبوط يوجد طريقة عشان يفتح على نفسه، يقعد يلفها لما يطلع. لا تستهين من الحيوانات جدا ذكية. نعم غلط اجتماعيا، ذكي خصوصا في العمل والأموال، لا تستهين فيه على وشك أنه يغير حياته، لأن هذا الكرت لو كان كذي بيكون عندي شيء أقلق منه، ولكن طلع معكوس، يعني راح يقدر يرجع نفسه أفضل من السابق. وحتى لو كان يقعد معك ويشتكي لك، لا تساعده ماديا، اعتنب نفسك أنت ماديا، أهوى بروحه راح يتمكن انه يرجع نفسه افضل بكثير من السابق، وايد راح يصير وضع المادي زين. اربعة السيوف تقول لك انه اهوى، وان كان بصعوبة، ولكن راح يحصل نوع من الحصانة ونوع من الانتصار بين الناس، انتصار على هذا الشخص، انتصار في المحكمة، انتصار، عرفت، هاي نوع من الانتصارات. خصوصا اذا انت فهمت شريكك انه مهم جدا انه حتى هو ما يصدر ردة فعل تجاه هذا الشخص.
يقولك حتى الحيوانات في الغابة، احنا عندنا مفترس، حتى الحيوانات في الغابة نادرا ما تهاجم الشخص اللي يمثل انه ميت، خصوصا اذا ما كانت جائعة. فاهم لما هني هذا الطرف الثالث ما يقدر يستفز منك او من شريكك ردة فعل، هو بروحه راح ييأس ويستسلم ويتملل. الألم اللي يريد أو التفرقة اللي يريد أو ناوي إنه يسويها بينكم هني راح ترجع وتعضى هو مو أنتو، راح يرجع الأذى للشخص اللي تسبب بالأذى وهو هذا الطرف الثالث. يحاول إنه يتلاعب. عندنا هني الساحر، هذا من أكثر الكرتات اللي تكررت عندنا في قراءات العلاقة الثلاثية لحد الآن. بعض القراءات كان التلاعب كان ضروري للأبراج إن هم يستخدمون نفسهم، طاقة التلاعب من أجل حماية نفسهم. عنده هني التلاعب طالع عند الطرف الثالث، أحسه مو تلاعب كثر ما طاقة يمسكها من اليد اللي تعوره، يمسكها بكذا أسلوب. أول شيء بالخماسي عن طريق الالتزامات المادية، يصعب عليه المادة، يصعب عليه، يطالب بالمزيد من الأموال. الغصن، لأن الساحر عنده كذا مجموعة، الغصن شلون يستفز شريكك بالغصن؟ عن طريق إنه يكون في الكثير من الدعاوي والدعوات، الكثير من تعال سو كذي، ما قمت بالعمل بالطريقة الصحيحة، أوكي، الطلبات، طلبات هذا الغصن. الماء، أوكي، طاقة التلاعب، نتلاعب بالناس شلون؟ طاقة الماء، نحسسهم إن لحد الآن نحبهم، إن لحد الآن في نوع من الرابط بيننا. والسيف آخر شيء، الكلام اللي يقوله بين الناس، وهنا عندنا هذا الكرت ستة الأغصان. دائما أقول لكم المتوج أمام الناس من أخطر الأساليب، عشان كذي أقول لك السكوت في الفترة القادمة راح يكون أثمن من الذهب وأغلى من الذهب لك ولشريكك. لأن لما نرجع هنا حق طاقة السيف، تشوف أكثر وايد كرتات هنا عندكم فيها السيوف اللي راح يقسم ظهر البعير، مو عن طريق الأموال أو الأغصان أو الماء، عن طريق السيف، لأن أكثر شيء هو قاعد يتمكن من طاقة السيف. طاقة اللي أمام الناس يتكلم عن شريكك، يحرجه أمام أهله، أمام في مكان العمل، أوكي، أمام الأصدقاء، أمام الناس، ويحرص أن يكون فيه الكثير من الجماهير، الكثير من الناس الحاضرين، ويسوي موقف جدا محرج. فجدا مهم نرجع للنقطة اللي أنا قلت لك إياها، شلون يقدر يحرج شخص أوردي ما قاعد يعطي ردة فعل؟ راح يحاول مرة ومرتين وثلاث، وعندنا هني ثلاثة السيوف، راح يحاول كذا مرة، ولكن بعد ما يعرف ويؤمن إنه ما يقدر يستفز لا منك ولا من الشريك ردة فعل، أوكي، هني راح يستسلم بروحه. هني راح يكون استسلام للخصم. أعيد وأكرر، خذوا الجانب اللي تحسونه من القراءة اللي يناسبكم. ممكن في ناس مو من برج الجوزاء جايين يطالعون قراءة برج الجوزاء، ممكن هذا الجانب هو اللي يناسبهم، فاعكسوا القراءة باللي يناسب وضعكم مع شريك. ولكن ضروري جدا أنبهكم إن شريككم خصوصا ماديا على وشك إنه يغير وضعه جدا للأفضل. عاطفيا لحد الآن أنت المرساة، أنت اللي موطن القوة لشريكك، أنت اللي تقدر تعقله، تفهمه، توعيه، إن دا ما تصدر منك ردة فعل. أنا أشوف هني في محاولات استفزاز.